ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي في تونس إلى أكثر من 6%، وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية، أرقام دفعت الحكومة التونسية إلى إقرار إصلاحات قاسية، من بينها مراجعة سياسة الدولة على مستوى مساهمتها في رأس مال المؤسسات العمومية، والتوجه نحو خصخصة بعضها، مؤكدة أنها أصبحت تمثل عبئا على موازنة الدولة. اليوم وصلت، معناها هي تحتاج لدعم من الدولة، ولات تدين، ولات تقترض، اللي هي في وقت من الأوقات كانت هي تغذي الميزانية العامة للدولة وتغذي الخزينة باش هو ينجم يعاون المنشآت الأخرى. اليوم ولات هي عبء. خيار الحكومة في خصخصة مؤسسات عمومية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي رفضته المنظمة النقابية، وطالبت رئيس الجمهورية بأن يضع خطا أحمر يحول دون المساس بهذه المؤسسات. أن عندنا قضايا حارقة وصعبة للغاية، سيد رئيس الجمهورية حاجتنا باش تقول خط أحمر للمساس بالقطاع العام وبقوة الشعب. وتضم تونس 110 مؤسسات عمومية تنشط في 21 قطاعا، منها مجالات الطاقة والصناعة، لكنها مؤسسات تعاني من خسائر متراكمة، وصل حجمها في نهاية 2019 إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، بعدما كانت من أهم مصادر تمويل الموازنة. من بين شروط صندوق النقد الدولي للتفاوض خصخصة مؤسسات عمومية، شرط وإن استجابت له الحكومة فإن اتحاد الشغل يعده خطا أحمر، اختلاف قد يصعب هذه المفاوضات التي يرى البعض أنها الحل لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس. سميحة البغانمي، تونس، الميادين.